اليوم راوينا الموظفين طريقة اللي ممكن من خلالها يعيشون شخصياتهم الأصلية وقيمهم وأهداف حياتهم داخل المؤسسة اللي هم فيها، بنك دبي الإسلامي. اليوم الموظف بيطلع من القاعة وهو عارف بالضبط شو القيم العليا اللي عنده وشو الأهداف اللي بيعيش من أجلها وكيف ممكن يحققها من خلال الوظيفة اللي هو فيها. نحن جايين ورشة عمل من بنك دبي الإسلامي مع الأستاذ موسى خوري اللي تتكلم عن التوافق بين الحياة الشخصية والحياة العملية. حلو إن الواحد يطلع من حياته العملية اليومية ويركز على ويسمع هذا الكلام، طيب ويركز على أهداف الشخصية اللي تتوافق ويا أهداف المؤسسة. اليوم نحن في محاضرة صراحة تجمع ما بين بيئة العمل والبيئة الشخصية وكيف ننمي نفسنا وكيف أصلا نزيل الحواجز عشان نعيش في حياة أكثر سعادة، أكثر مرونة، أكثر لنا وفيها نزاهة.